بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل حديثنا عن الفاينايت إليمنت ميثود، المحاضرة رقم 26 شابتر 10 بعنوان ايزو باراميتريك فورموليشن. لو رجعنا شوية لشابتر 8، شابتر 8 كان عن اللينير سترين تريانجل إليمنت، ويمكن كان في اللينير سترين كنا زودنا عدد النودز، حطينا في الميد بوينت لكل سايد نود، فأصبح عدد النودز يساوي 6، 3 نودز في الأركان و3 في الميد بوينتس، وبالتالي ده هاير أوردر بالنسبة للكونستانت سترين تريانجل. عدد الإكويشنز أصبح 2 في 6 ب 12، لأن عندي نودز 6 وعندي 2 ديجريز اوف فريدم عند كل نود، يبقى 6 في 2 ب 12. بالتالي لو تفتكروا كان عشان نستنتج الماتريسيز والإكويشنز كنا بناخد وقت طويل شوية، وكان التاسك بالنسبة لنا difficult زي ما بيقولوا if even possible، هو ممكن لكن العملية بتبدأ كل ما عدد النودز والديجريز اوف فريدم والمعادلات والماتريكس بقت 12 في 12، فالعملية بتبقى صعبة، لكن هي ممكنة. لكن طبعا عشان الصعوبة دي، ولو العنصر بقى اصبح رباعي في 4 نودز، وكمان حطينا نودز في الميد بوينتس، يبقى عندنا كمان 4، يبقى 4 و4 8، يبقى 16 ايكويشن، يبقى الماتريكس 16 في 16. فطبعا بدأ يبقى في ترند نبحث عن يعني طريقة تكون ابسط شوية في الفورموليشن. طبعا انا بستخدم كمبيوتر وبعمل بروجرامينج، ويمكن لو انت تفحصت الكوميرشال كمبيوتر بروجرامز زي الساب، زي الكوزموس، زي الانسيز، الاباكاس الى اخره، بتلاقي كل برنامج فيه لايبراري بتحوي عدد كبير جدا من الاليمنتس، وطبعا كل اليمنتس بيكون متخزن له الماتريكس بتاعته والعناصر بتاعت الماتريكس، او ازاي بيحسب الماتريكس وكده. فطبعا عشان نبسط او نسهل الفورموليشن او نسهل البروجرامينج، فبالتالي تم اللجوء الى ما يعرف بالايزو بارامتريك فورموليشن. يمكن بعد شويه لما هنبتدي نشرح موضوع الايزو بارامتريك فورموليشن هتكتشف ان هو زي ما بيقولوا تدرس، وفي نفس الوقت ممكن يكون في تحس كده بدايه برابكه، او ان انت مش ساتسفايد، او الموضوع مش ماشي كده بسهوله ويسر وسيستماتيك زي الكونستانت سترين واللينير سترين. لكن بيقولوا في النهاية ان هو it will lead to a simple computer program formulation، ان هو بيديني في الاخر ان البروجرامينج او الفورميوليشن بالنسبة للكمبيوتر بروجرامز وكده بيكون اسهل. وبيقول it is generally applicable لل 2 and 3 distress analysis problems، هو مناسب لل 2D وال 3D عنه لل 1 dimensional. وبيقول في الاخر and it allows elements to be created that are non rectangular and have curved sides، ان انا ممكن للاليمنتس اللي ليها curved sides ان انا اقدر استنتج الماتريسيز، وبتبقى العمليه ابسط كتير من ان انا اتعامل مع الطرق اللي هي السابقه التقليديه وكده. يعني هنحاول بدايه قبل ما ندخل في الموضوع يعني ان احنا نقرب يعني من باب تقريب الامور ليس اكثر، يعني انا هعرض امثله هو الهدف منها ان انا اقرب لك بس ماهيه الموضوع، ليه احنا بنلجا للايزو بارامتريك. يعني كاني بقول لك يعني ان في حالات اخرى كنا بيستلزم الامر فيها ان احنا نعمل تشينج او نعمل ترانسفورميشن من مستوى لمستوى، او نعمل زي ما بيقال ترانسفورميشن مابينج، على اساس ان انا اقدر اعمل تفاضل، اقدر اعمل تكامل. يعني لو رجعنا لانواع الدوال اللي هي بتبقى فانكشن في التايم، عندي فورس مثلا، فورس ديت فانكشن في التايم اف اوف تي، يعني الفورس الدايناميك فورس بتتغير مع التايم، فالفورس ممكن تاخد شكل الداله يكون هارمونيك زي الكوساين والساين، الدوال اللي هي الكوساين والساين تكون الداله هارمونيك، وبالتالي بيبقى في ميزه في داله الساين والكوساين. إذا أنا بالنسبة للساين والكوساين أقدر أكامل، أقدر أفاضل، مفيش مشكلة. طيب رقم 2 الدالة اللي هي رقم 2 بتبقى دالة اسمها periodic
فانكشن دالة بيريوديك. بيريوديك يعني دالة تكرارية، يعني هي مش ساين ولا كوساين، لكن هي بتكرر نفسها في تكرار، وفي بيريود مقدارها ايه، مقدارها تي. الدالة دي اصبح طبعا صعب ان انا اكامل او افاضل، لان هي مش ساين ولا كوساين. فطبعا انا لو محتاج بقى ابسط الامور علشان اسهل التكامل، اسهل التفاضل، فانا محتاج اعمل ايه، تشينج، يعني اغير الشكل اللي قدامي، ابدا افكك الشكل اللي قدامي اللي هو الداله البريوديك الى مجموعه من الدوال اللي هي الهارمونيك، الى مجموعه من الساين والقوساين، وبالتالي يبقى انا اسهل الايه، عمليه الايه، التكامل والتفاضل. طب هو كان واحد ممكن ياخد الداله البريوديك ويبدا يكملها، بس هيلاقي التكامل صعب ومرهق، وكل مسألة بقى ايه، محتاجة فكرة ومحتاجة مجهود وكده. فيبقى الأبسط ان انا ايه، افك الدالة عن طريق الفورير سيريز الى مجموعة من الدوال الساين والكوساين، وبالتالي يبقى انا سهلت التفاضل والتكامل. النوع الثالث من الدوال هي ان الدالة، دالة الحركة، او لو انا فضلت الحركة طبعا في الزلزال بيبقى عندي الارض بتتحرك، وبكون الحركه اكس اوف تي فانكشن في التايم. وطبعا انا لو بيبقى عندي حركه، فتغير الحركه مع الزمن بيديني السرعه، مسافه على الزمن بتديني السرعه، يبقى الاكس دوت اوف تي. ولو انا حسبت تغير السرعه مع الزمن هيديني العجله اللي هي الاكس دبل دوت اوف اي اوف تي. لكن سيان ايا كان نوع الداله، سي هناخد الداله اكس اوف تي، فالداله اللي قدامي بتاعت الزلزال هي تايم ديبندنت، بتعتمد على التايم. اذا انا محتاج ايه، دايناميك، طالما ان الداله تايم ديبندنت اذا لازم اشتغل ايه، المفروض يعني اشتغل ايه، دايناميك. ايضا اعتمادها على التايم راندوم، بياخد الصوره اللي هي الايه، العشوائيه الراندوم. فطبعا لما بيكون عندي الاعتماد راندوم، ففي الحاله ده هي خلاص لازم الجا بقى للستاتستكس والايه والبروبابيلتي. طب اعمل ايه، مش هقدر، الداله صعب ان هي، لا هي بيريوديك ولا هي هارمونيك، فطبعا انا اتعامل معاها ازاي، حتى ما اقدرش اطبق الفورير سيريز، مش هتنفع، لان حتى الشرط بتاع الفورير ان الانتجرال يكون اقل من ما لا نهايه، ما بتحققش. ففي الحاله دي كان لازم اغير، اعمل ترانسفورميشن مثلا، بحيث ان انا اقدر احل ايه المشكله. فالحل بيبقى عن طريق ان انا هجيب الداله ونفس الداله واعمل بينهم شيفت في التايم، وابدا اضرب الايه، الدالتين في بعض. طبعا انا لو عاوز اقرب المفهوم، كان عندي فيه تو سيجنالز، في اشارتين، اشاره خرجت وبعد وقت وليكن تاو 10 دقائق، دقيقة، دقيقتين، أو الوقت ده متغير. ففي الحالة ده هي ممكن إيه، إشارة، نفس الإشارة تخرج بس بعدها بوقت، فأنا بضرب الإشارتين، أو أشوف حاصل ضرب الإشارتين. أو بمعنى تاني، لو أنا عندي شريط تسجيل مثلا وشغلت التسجيل، وبعد 10 دقائق شغلت نفس الشريط، فبيبقى في بينهم تاو، في شيفت في التايم. طبعا لو الشيفت ده بيساوي زيرو، فيبقى حاصل الضرب بيديني قيمة كبيرة. كل ما الشيفت يكبر، كل ما حاصل ضرب الدالتين إيه، بيدي قيمة أصغر. المهم في النهاية هضرب الدالتين اللي بينهم شيفت، هضرب الدالة الأولانية في الدالة التانية، بس بينهم يعني إيه الخلاف، إن الدالة الأولانية بتبقى إكس مثلا أوف تي، التانية بتبقى إكس أوف تي زائد تاو، بيكون في زيادة في التايم، في ترحيل في التايم. فبضرب الاثنين في بعض، فبيديني داله جديده اسمها الار اكس اوف تي اوف تاو، اللي هي الاوتو كورليشن فانكشن. والداله دي بقى بتحقق الشرط بتاع الفورير، وبنعمل حاجه اسمها فورير ترانسفورم او انتجرال. وبجيب من الداله، يعني بشتغل على الداله ار اكس اوف تاو بدل ما اشتغل على الداله بتاعت الزلزال، وبالتالي اقدر اجيب من الداله اللي هي بتاعت الاوتو كورليشن فانكشن داله جديده اسمها سبيكترال دنسيتي فانكشن. وبالتالي بتبقى الامور سهله وابسط. يعني يمكن انا هنا بتكلم على دوال فانكشن في التايم، لقوه مثلا دايناميك لودز، يعني بعيد شويه عن الموضوع، لكن هي الفكره كلها، انا قلت الفكره كلها، انا قلت ده من باب ايه، يعني التقريب الامور ليس اكثر، ان انا لما بتبقى الامور سهله والفورموليشن سهل والتكامل والتفاضل سهل، مفيش مشكله، بدا يصعب شويه الداله بيريوديك، يبقى لازم افككها، يبقى لازم الجا لحل ان انا عشان ابسط الفورموليشن، يبقى فككت الداله لمجموعه من الدوال الساين والكوساين. ايضا لما اصبح الوضع اصعب واصعب، بدات ابحث عن حل ان انا اعمل ترانسفورميشن واجيب الاوتو كورليشن فانكشن، ومنها اجيب السبكترال دنسيتي اي فانكشن. برضو يعني استكمالا للامور، يعني زي ما قلت الامثله اللي انا بشرحها من باب ان انا اقرب ليك، يعني ايه مفهوم او مدلول الايزو
بارامتريك فورموليشن. يعني لو انا اخذت مثال عباره عن تراس وعندي نود اي، والنود اي تحركت نتيجه تاثير القوه الى اي داش، فوصلت الاي بالاي داش، فاصبح عندي فيكتور للود، وانا عندي معروف ان الفيكتور له قيمه وله اتجاه، يعني قيمته اللي هي المسافه والاتجاه اللي هو بيتجه من اي الى اي داش. لكن في الحاله ديت انا ممكن احلل الفيكتور الى مركبتين، مركبه راسيه دي واي ومركبه افقيه دي اكس، وممكن احلله الى مركبات اخرى على اي كوردينيت سيستم، مش لازم افق وراسي. اذا عندي عدد لا نهائي من الكوردينيت سيستمز، وممكن اربط الكوردينيت سيستمز ببعضها البعض عن طريق الزاويه اللي بين كل كوردينيت سيستم والاخر. ايضا لو عندي ستيت اوف ستريس، مثلا عندي بليت وعليه نورمال ستريس سيجما اكس سيجما واي، وعليه شير ستريسز، ده على المحاور اكس واي واي. لكن طيب انا ممكن اتخيل ان في مستوى تاني بيميل، او في كوردينيت سيستم بيميل بزاويه ثيتا مع الكوردينيت سيستم اللي هو الاكس واي، وبدات احلل القوى على الكوردينيت سيستم الجديد، فلقيت ان الشير بدا يتلاشى، ما عنديش غير نورمال ستريسز تنشن وكمبريشن اللي بنطلق عليها البرنسبل ستريسز. إذا أنا أقدر من خلال إن أنا لفيت الإيلمنت بزاوية ثيتا قدرت أتخلص من إيه، من الشير، وأبسط إيه الأمور، وتتحول الستريسز النورمال والشير ستريسز إلى نورمال ستريسز برنسبال ستريسز سيجما واحد وسيجما إيه وسيجما اتنين. أيضا لو أنا عندي لاين سي لاين إم وعندي النود أو البوينت بي، فأنا ممكن أعمل مابنج للنود بي في الناحية التانية عن طريق الريفليكشن اللي هو الميرور، يعني عن طريق اللاين ام كانه ميرور، فممكن احصل على الصوره بتاعه البي اللي هي البي داش. وطبعا لو عندي المحاور كانت افقيه وراسيه، فبلاقي لو احداث البي فوق اكس وواي بيكون احداث البي داش تحت اكس وناقص واي، وبيكون عندي محور اكس كانه ميرور لاين، كانه ميرور لاين، وبقدر اجيب الصوره. هي الفكره كلها ان انا ممكن بقول ايه، يعني انا شغال باسلوب ما فلقيت الامور اصبحت معقده، فانا بلجأ لاسلوب اخر، بعمل ترانسفورميشن، بغير شيء. يعني بيقولوا ايه، يعني انا ممكن يعني اعبر عن الترانسفورميشن it may mean any change، اعمل اي تغيير in an equation في المعادله او في الاكسبريشن اللي عندي. ليه بقى الهدف؟ ايه الهدف؟ إيه ليه بعمل تغيير؟ ليه بعمل ترانسفورميشن؟ ليه بعمل ميرور عن طريق الريفليكشن؟ ليه بحلل على مستويات او انقل لمستويات اخرى؟ ليه افكك الدوال؟ ليه؟ لان انا عاوز ابسط، يبقى تو سمبليفاي ان اوبريشن، عشان اسهل الاجراءات اللي هي زي الدريفاتيف اللي هو التفاضل، زي الايه؟ زي التكامل. لكن طبعا بالنسبه لنا بقى في الشابتر اللي هو طبعا بعنوان ايزو بارامتريك فورموليشن، فكلمه ايزو زي ما هنشوف بعد شويه معناها ايه، ايكوال، يعني بتعني التساوي، هي بادئه بتعني ايكوال او دي سيم يعني. فهنا يبقى ايزو بارامتريك يعني جايه من سيم بارامتر، سيم بارامتر يعني نفس الايه البارامتر. ويمكن احنا في الشابتر يعني لو اخذنا سيم بارامتر فهنستخدم نفس الشيب فانكشن. لو تفتكروا احنا في كل شابتر كنا بنفترض ديسبليسمنت فانكشن، وبعد شويه كنا بنجيب الشيب فانكشن وبنقول ان الشيب فانكشن هي شكل او صوره من صور الديسبليسمنت فانكشن، لما احط ديسبليسمنت بالواحد والباقي ايه بصفار. يبقى اللي انا هعمله هنا عشان ابسط الفورميوليشن والبروجرامنج بالنسبه للماتريسيز والايكويشنز للاليمنتس، ان انا هستخدم نفس اللي هو السيم بقى، نفس الشيب فانكشن. يبقى البارامتر اللي عندي هو الشيب فانكشن، لكن السيم ان انا هستخدم نفس الشيب فانكشن مره مع الجيومتري بتاعت الاليمنت. يعني هوصل للجيومتري بتاعت الاليمنت من خلال الشيب فانكشن، ونفس الشيب فانكشن هستخدمها للتعبير عن الديسبليسمنت. ويمكن ده واضح من التو تشارتس اللي قدامي. عندي التشارت الاولاني لو انا افترضت ان البارامتر بالنسبه لي هو الاس، فانا هستخدم نفس البارامتر اللي هو الاس بس مره مع الاكس اللي هو الجيومتري بتاعت الاليمنت، وبالتالي المعادله بتاعتي اللي هي بتعبر عن الجيومتري عن الكوردينيتس بتاعت النودز وان بتوين، يعني لو عندي نود واحد ونود اثنين يبقى ان بتوين ايضا، فالكوردينيتس هتبقى علاقه مع البارامتر من خلال الداله اللي هي الخطيه A1
بلس A2 في الاس. طبعا الاي 1 ده المقطوع من محور الرأس اكس، والاي 2 اللي هو ميل الخط. نفس الداله هستخدمها كشيب فانكشن بس لحساب الايه ديسبيسمنت. طبعا عندي لو هو تراس يبقى في نود الاولاني عندي يو 1 والنود الثاني عندي يو 2، فانا هرسم او هعمل داله او ايكويشن نفس الايكويشن اللي هي يو تساوي اي 1 بلس اي 2 في الاس. هنا ربطت الديسبيسمنت مع البارامتر اللي هو الاس، وربطت الجيومتري اللي هو الاكس مع البارامتر اللي هو اس. يبقى انا استخدمت نفس البارامتر ونفس الايكويشن، يبقى سيم بارامتر يعني ايزو بارامتريك. وبالتالي الهدف من الكلام دوت كله ان الفورميوليشن هيبقى ابسط، وبالتالي البروجرامنج هيبقى اسهل، وده مناسب للبرامج. عن ان طبعا انا مش هحسب الحاجات دي مانيوالي، لا انا هحسبها بالكمبيوتر. فانا بدور على الطريقه الاسهل لان انا ابرمج او اعمل بروجرامنج للخطوات، فالاسهل ان انا استخدم الايزو بارامتريك فورميوليشن. هنبتدي في ندخل في الموضوع بالنسبه ايزو بارامتريك فورميوليشن. فاحنا يعني طبعا عندنا في بادئه اللي هي الايزو، وفي بادئه اللي هي بارا، وفي ميتر. طبعا احنا يعني مش دورنا او موضوعنا ان احنا ندخل في الترجمه الحرفيه، لكن احنا يهمنا دايما الاصطلاح يعني المعنى. في ايزو زي ما قلنا في شويه ان هي بتعني ايكوال او سيم، يعني دي سيم يعني. فاحنا قلنا حتى ايه ايزو بارامتريك يعني ممكن نقول سيم بارامتر، ان احنا بنستخدم نفس البارامتر اللي هو احنا قلنا هنستخدم الشيب فانكشن مرتين، مره لما نيجي نحسب الجيومتري، والمره الثانيه لما نيجي نحسب الديسبيسمنت للاليمنت. بارا بدأ ايضا معناها كانه، وميتر طبعا ايه فروم ميجر يعني وسيله قياس وكده يعني. ويمكن عندنا الكلمه اللي يمكن مرت علينا قبل كده اللي هي الايزوتروبي، وايزو هنا بمعنى ايكوال او دي سيم، وهنا تروبي بمعنى واي او جايه من واي، يعني كاني بقول ان معنى الايزوتروبي اليونيفورميتي ان اول اورينتيشنز، يعني في الخواص متساويه في كل ايه او خواص واحده في كل الاتجاهات. لكن طبعا لما بيبقى في اكسبشنز في استثناء، فطبعا بنبدا نحط البريفكس اللي هو ان في مقدمه ايزوتروبي، فبتبقى ان ايزوتروبي. وطبعا ده معناها ان انا بنفي اليونيفورميتي بوسيله او اداه النفي اللي هي الايه اللي هي الان. احنا دلوقتي عاوزين يعني نتعرف شويه يعني او ندخل في الموضوع اكتر. ففي سؤال بيقول وات از اي بارامتر، يعني ايه بارامتر؟ وبعد لما هنعرف البارامتر او لفظ بارامتر، في سؤال بيقول وات داز باراميترايزنج اي كيرف مين، يعني ايه باراميترايزيشن لكيرف؟ لو عندي كيرف يعني هتعامل ازاي معاه وكده، يعني هدخل البارامتر في الكيرف ايه ازاي. فالسؤال الاولاني بيقول وات از اي بارامتر، يعني ايه بارامتر؟ في تعريف البارامتر is an extra variable، هو عبارة عن variable لكن variable إضافي أو زائد. يعني أنا بطبيعة الحال هيبقى عندي المعادلة والإكسبريشن في variables، فهيبقى في variable إضافي اللي هو الإكسترا variable، فده أنا بقول عليه إيه؟ بقول عليه parameter. وبيقول إيه that you do not سي اون دي جراف، يعني انت مش هتشوف البارامتر اللي هو الاكسترا فاريبل، مش هتشوفه على الرسم نفسه، لان العلاقه او الرسم هيكون ما بين الواي في الراسي والاكس في الافقي. عندي واي فانكشن في الاكس داله او اكسبريشن او معادله، واي علاقه مع الاكس، فالواي في الراسي والاكس في الافقي، مش هشوف البارامتر سواء كنا هنسميه اس او هنسميه تي، فانا مش هشوف البارامتر على الايه على الجراف نفسه. لكن بيقول هاويفر او بمعنى تاني بات دي كوردينيتس اوف دي بوينتس اون دي جراف depends on the parameter، لكن الـ coordinates الإحداثيات النقط على الجراف سوف تعتمد على الايه على البارامتر. وبيقولوا ايضا ان البارامتر بيعطيني إمكانية ان انا to add directions، ان انا اضيف، يعني ممكن يبقى الخط المستقيم
بيبقى من اليسار لليمين، يعني من اكس 1 لاكس 2، وبالتالي يبقى الدايركشن من A ل B. طيب هل اقدر اعكس الدايركشن اخليه من B لل A؟ ده بيكون عن طريق الايه؟ البارامتر. البارامتر بيكون لي ستارت، سي مثلا لو انا سميت البارامتر تي فبيكون لي تي ستارت، وبيكون لي اند تي اند، وطبعا ان بتوين بيبقى فيه قيم اقدر اعوض بيها عن البارامتر ما بين التي ستارت وما بين الايه التي اند. ويعني يمكن زي ما قلنا ان الموضوع كله هو الهدف منه هو ان انا تو سمبليفاي الفورموليشن بالنسبه للكمبيوتر بروجرامز، ويمكن ده هيتم في الشابتر عن طريق ان انا استخدم السيم دي سيم بارامتر، وبالتالي كانت بادئه ايزو بمعنى سيم بارامتر، واحنا قلنا هنستخدم نفس الشيب فانكشن مره مع الجيومتري ومره مع الديسبليسمنت. ويمكن تاني بنقول ان انا بضطر اعمل ترانسفورميشن او اعمل تشينج، يعني او الترانسفورميشن هو بالنسبه لي بمثابه ايه؟ اني تشينج ان ان equation or expression to simplify an operation such as computing a derivative or an integral. ان انا ببسط افكك المعادله الى معادلات ساين وكوساين سي على سبيل المثال، من باب ان انا اقدر اعمل تكامل واعمل ايه واعمل تفاضل. نرجع بقى للبارامتر، بنقول what is a parameter؟ قلنا ان هو اكسترا فاريبل، هو فاريبل اضافي. You do not see on the graph، مش هتشوفه على الرسم، ولكن يؤثر على الاحداثيات بتاعه البوينتس على الايه الجراف. تعال ناخد ايه، ناخد مثال. لكن طبعا قبل ما ناخد المثال احنا بنقول ان البارامتر هو اكسترا فاريبل، فانا عندي اي فاريبل وعندي ان اكسترا فاريبل، يعني بيبقى في فاريبل وفي فاريبل اضافي. ويمكن زمان كمان يمكن كنا بنقول في حاجه اسمها راندوم فاريبل، افكركم بالراندوم فاريبل لان الموضوع ده مهم، ويمكن لو الوقت سمح فيما بعد احنا هناخد محاضره عن الافريج اند الافريجنج. امتى استخدم الافريج او امتى اعمل افريجنج؟ طبعا عندي مثلا في الفلات بليت بيبقى فوق الاعمده بيبقى الستريسز عاليه والمومنتس عالي فوق راس العمود، فبيبقى في ستريسز عند لها بيكس فوق راس الاعمده. طيب يا ترى انا هاخد اصمم على الستريسز اللي هي عند البيكس، ولا اخد الافريج وزن مثلا مسافه مثلا او اريا فوق العمود مثلا 2 في 2 او 3 في 3؟ هل اعتمد الافريج اجيب المومنتس كلها واجمعها واقسمها على العدد وبالتالي اجيب الافريج واشتغل على الافريج، ولا اشتغل على البيكس على القيم اللي هي الستريسز العاليه او المومنتس العالي اللي فوق راس العمود؟ ايضا لو انا بحسب الاف سي يو مثلا، بحسب الاف سي يو عندي مكعبات من الخرسانه مثلا، كسرت 6 مكعبات وطلع 6 نتائج، هل الاف سي يو هي الافريج؟ اجمع الستة واقسم على 6 على عددهم، ولا اعمل ايه عشان احسب الاف سي يو؟ ايضا لو عندي لود، لو انا في مساله وعاوز احسب اللود، هل اللود ده مبني على فلسفه الافريج ايضا ام ماذا يعني؟ ايضا يمكن اتكلمنا قبل كده عن الثموسنج، وقلنا ان في مسائل مثلا اللينير سترين ترانجل او الكونستانت سترين ترانجل كنا بنجيب الستريس عند السنترويد بتاع الاليمنتس، وبعد كده عن طريقه كنا بنجيب الستريسز عند النودز، وقلنا ان اي نود بتبقى كومون لاكثر من عنصر، بيبقى كذا عنصر مشتركين في نفس النود، فبيطلع عند النود الواحد اكثر من ستريس جاي لها من كل اليمنت ايه ستريس، سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 لو عندي مثلا 3 عناصر. ففي الحاله دي قلنا ان احنا بنعمل سموثنج بان احنا بناخد الافريج، نجمع الاجهادات الثلاثه ونقسم على 3 فيطلع اجهاد افريج، وده اللي يمكن اطلقنا عليه سموثنج. لكن هل في كل الاحوال اعمل سموثنج، ولا في احيان لازم مثلا لو عندي في ابرابت تشينج في الستريس فما ينفعش مثلا اعمل سموثنج؟ ويمكن انا قلت مثلا على سبيل المثال بالنسبه للافريج ايضا، لو انا مثلا عندي 2 اخوات مثلا، واحد جايب 90% وواحد جايب 10%، فلو انا اشتغلت بمبدا الافريج يبقى 90 زائد 10 على 2 يطلع 50% 50%، فطبعا ده كلام مش مظبوط. ايضا لو انا عندي مثلا سي زي ما قلنا قبل كده في جبل وفي وادي، فالجبل عباره
عن جسم مرتفع قمته فوق والقعده بتاعته تحت والوادي عكسه، فهل انا اقدر اهد الجبل واحطه في الوادي ويبقى الارض اصبحت عدله واقول خلاص كده انا عملت سموسنج او افريجنج؟ لا، مش في كل الاحيان، لكن لو انا طالع الجبل ممكن امهد لنفسي طريق، لكن في النهايه لازم اشوف شكل الجبل. يبقى لما اعمل سموسنج او اخد الافريج يبقى اكيد يبقى في شرط ان انا ما اثرش ان انا اغير المعنى او الشكل بتاع المساله، او يعني تبقى مساله مختلفه. ايضا في حاجات زي الاف سي يو بالنسبه للخرسانه، هنشوف يعني فيما بعد ان موضوع الافريج ده مش مظبوط. الراندوم فاريبل بقى معناه ايه؟ معناه مثلا سي لو انا عندي مثلا 100 مكعب من الخرسانه في موقع ما، وصبيت خرسانه كتير وعندي 100 مكعب، وبعدين انا بصدد ان انا اكسر المكعبات واجيب 100 نتيجه، وبعدين ابدا اشوف هحسب الاف سي يو ازاي. طيب انا كسرت 100 عينه، بس قبل ما اكسر ال 100 عينه هعتبر ان قيمه الاجهاد بتاع الكسر سي هنسميها اكس. هنسميها ايه؟ اكس، فاريبل اكس. ليه فاريبل؟ لان انا لسه ما كسرتش، وانا مش عارف لما اكسر الاكس دي هتكون كام، مثلا 200 220 230 150 250 300. اذا قيمه الاكس هي عباره عن راندوم فاريبل، فاريبل قيمته متغيره والتغير بتاعه راندوم، لان انا ما اقدرش اتوقع بالظبط ال 100 قيمه هيبقى شكلهم ايه. فانا بقول على النتيجه بتاعت العينات هي عباره عن راندوم فاريبل. طيب انا كسرت ال 100 عينه، وبعدين هبدا بعد كده ايه اقسم، اقول مثلا ايه من 150 ل 175، ومن 175 ل 200، ومن 200 ل 225، وهكذا، واشوف كم مكعب في المدى الاولاني والثاني والثالث، وبدات ارسم العلاقه. في الراسي هو الفريكوانسي، يعني التكرار لكل مدى، وفي الافقي بيبقى قيمه الاجهاد بتاع الكسر للعينات. وفي النهايه خالص لما اوقع الكلام دوت واوصل باحصل على ما يعرف بالنورمال ديستريبيوشن كيرف، اللي هو شكل الجرس او البيل شيب. وبتلاحظ ان في على الشمال عدد قليل جدا من العينات بيكون قيمتها زي ما بنقول العينات بتسقط، وفي عدد قليل برضو جدا على اليمين بتكون القيم بتاعت الاجهادات الكسر عالية جدا، لكن عامة المكعبات او النسبة الاكبر بتبقى ايه في قريبة من المين، قريبة من المين. لكن السؤال هنا بقى لما اجي احسب الاف سي يو هاخد الافريج. انا لو بنيت الحسابات بتاعتي على الافريج واعتبرت ان الاف سي يو هي الافريج، يبقى عندي كم كتير جدا من العينات على يسار الافريج ساقط، وبالتالي ده ما ينفعش. يبقاش عندي في مشروع مثلا وعندي مجموعه كبيره من الاعمده خرساناتها اقل من المطلوب، ما ينفعش. لكن في اصول طبعا لحساب الاف سي يو دي ممكن نتعرف عليها فيما بعد، لكن كان الهدف ان احنا يعني بنقول يعني ايه فاريبل، يعني ايه راندوم فاريبل. لكن في النهايه البارامتر هو ان اكسترا فاريبل، هو فاريبل اضافي في فاريبلز اساسي وهو بيبقى اضافي. تعال ناخد مثلا معادله بسيطه، ان اكسبليسيت فورم، فورمة بسيطة كده، واي فانكشن في الاكس، علاقة خط مستقيم، الواي علاقة مع الاكس، فالواي بتساوي 3 اكس ناقص 2، وقال لي ان الاكس من 1 لايه؟ ل 2، اكس بتتغير من 1 ل 2، يعني الاكس اكبر من او تساوي 1 واقل من او تساوي 2. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ فين البارامتر هنا؟ مفيش، انا عندي واي وعندي اكس، دي فاريبلز اساسيه. طب فين البارامتر؟ انا ممكن اقول كده، اقول اسيوم ان الاكس بتساوي تي، هفترض الاكس بتساوي بارامتر اسمه تي. طب ما انا عرفت ان الاكس بتساوي تي، ارجع بقى اعوض في المعادله، اشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ تي. يبقى الواي بتساوي 3 تي ناقص 2، يبقى دي انا عملت ايه؟ بارامترايزنج للايكويشن، بان انا شلت الاكس وحطيت مكانها البارامتر اللي هو الاكسترا بارامتر اللي هو الايه؟ التي. ممكن واحد تاني يقول لا، طب انا مش هشتغل كده، طب انا ممكن افترض ان الاكس بتساوي 2 تي. ما هو انا بقعد افترض فروض، الهدف من الفروض دي ان انا ابسط الايه؟ ابسط الامور. ما هو ممكن واحد يفترض مثلا فرض بحيث لما يعوض في المعادله تقوم المعادله ايه؟ تقوم المعادله تتحسن، تقوم المعادله تتحسن وتاخد شكل ابسط، وبالتالي يبقى ايه؟ عمليه التفاضل وعمليه التعويض ايه؟ تبقى ابسط. فواحد افترض الاكس بتساوي تي، ده بارامتر بتاعه اسمه تي، واحد افترض الاكس بتساوي 2 تي، فبالتالي المعادله الاولانيه 3 تي ناقص 2، المعادله الثانيه 6 تي ناقص ايه؟ ناقص 2. طب تعالى كده نجرب كده ايه؟ نعوض عن التي بتساوي 1. لو عوضنا عن التي بتساوي 1
في المعادلة الأولانية مثلا، لو أنا حطيت التي بتساوي 1، يبقى 3 في 1 ب 3 ناقص 2 يتبقى 1، يبقى الإكس طبعا لما تسيب 1 هتبقى الإكس ب 1، وبعدين أعوض هتطلع الواي الأخرى بكام؟ 1. يبقى أنا عندي هنا الإكس ب 1 والواي ب 1، هما دول اللي هيبانوا فين؟ على الجراف نفسه، لكن التي مش هتبان، وبالتالي الكوأردينيتس بتاعت النود إيه؟ هي عبارة عن 1 1. طيب تعالى نحط إكس بتساوي 2، إكس تي بتساوي 2، لو أنا حطيت التي بتساوي 2 يبقى في الحالة ديت الواي هتساوي 3 في 2 ب 6 ناقص 2 تطلع 4، يبقى الاكس بتساوي 2 لما التي بتساوي 2، والواي هتطلع تساوي كام؟ تساوي 4. يبقى الكوردينيت الثاني هو 2 وايه؟ 2 و4، ده بتاع النقطة ايه؟ نقطة ايه؟ 2 اللي هي نقطة بي. طيب المعادلة الثانية او الشكل الثاني اللي هو انت افترضت الاكس بتساوي 2 تي، طيب ما انت لو خدت التي بتساوي 1، التي بتساوي 1 يبقى الاكس هتساوي 2، يبقى الاكس هتساوي كام؟ يبقى لما التي بتساوي 1 يبقى الاكس هتساوي كام؟ هتساوي 2، والواي هتطلع بكام؟ 6 ناقص 2 تطلع 4. طب ايه اللي حصل؟ هو الحل الاولاني او السوليوشن الاولاني مش هيغير النتائج ولا هيغير الكيرف، لكن هو الفرق بين الحل الاولاني والحل الثاني هو المكان او اللوكيشن على الكيرف نفسه. فلما انت اخذت الاكس التي بتساوي 1 فاداك بالمعادله الاولانيه النود الاولاني او الجوينت ايه، لما اخدت الاكس بتساوي 1 التي بتساوي 1 في المعادله الثانيه اداك النود رقم ايه؟ اداك النود رقم بي. نشوف كده نكمل لنفس المساله. يعني قالوا ان في مشكله في المساله، ان انا عندي ان هي وان دايركشنال ليها اتجاه واحد، اللي هو من الاكس بتساوي 1 للاكس بتساوي كام؟ 2. لان لو تفتكروا في البدايه بتاعت المساله هو قايل لي الاكس من 1 لكام؟ ل 2، فانا الاتجاهات بتاعتي هتبقى من الاي للبي، من الشمال لليمين، من اكس بتساوي 1 لاكس بتساوي 2 اللي هو الفيكتور من اي الى بي، اند نوت فروم، ومش ينفع ما ينفعش من العكس، من الاكس بتساوي 2 للاكس بتساوي 1 اللي هو البي اي ما ينفعش. طيب لو انا عاوز احل المشكله دي يبقى لازم ايه؟ الجا ايه؟ يبقى تو باراميترايز الايكويشن. ان بيقول في الحاله دي اد سلايدر، اد فاريبل، يعني او اللي هو الفاريبل ايه؟ الفاريبل تي، هنضيف فاريبل تي، والتي ده هيبتدي من الصفر يوصل لغايه ايه؟ من الزيرو للواحد، وبدا هنا لو مشي مع المعادلات هيقدر يوصل عن خلال ان هو بيضيف البارامتر اللي هو تي من زيرو لواحد انه يحصل على تغيير الدايركشن من البي الى الام. طبعا الستارت بتاع التي بيبقى 0 والاند بتاع التي بيبقى 1، وطبعا ان بتوين اقدر اعوض ما بين ال0 وال1. تعال نكمل ناخد مثال هاو تو باراميترايز الكيرف. لو عندي سي واي بتساوي فانكشن في الاكس وكانت الواي بتساوي 3 اكس تربيع زائد 1، دي طبعا معادله من الدرجه الثانيه فتطلع كيرف طبعا. فانا عندي ديفرنت سوليوشنز، فانا افترض السوليوشن رقم 1، افترض ان البارامتر بتاعي بتساوي الاكس بتساوي تي، وبالتالي لما عوضت في المعادله يعني طبعا هنا في بس مشكله في فوق 3 اكس تربيع زائد 1، بعدين لما حطينا الاكس بتساوي التي، فلكن المكتوب في المعادله 2 تي تربيع زائد 1. طب نشوف اللي بعديها، لو قلنا الاكس بتساوي 2، الاكس بتساوي 2 تي يبقى 4، يبقى نصلح بقى ايه المعادله الاصليه اللي هي الواي بتساوي 3 اكس تربيع زائد 1، هنخليها ايه؟ 2 اكس تربيع زائد 1. المهم طب بعد ما نصلح المعادلة لو حطينا الاكس بتساوي تي يبقى الواي هتساوي 2 تي تربيع زائد 1. طب واحد افترض فرض تاني قال لا انا هفترض ان البارامتر 2 تي، يبقى الاكس بتساوي 2 تي، يبقى لو عوضت يبقى 2 تي اللي هي الاكس، يبقى 2 تي تربيع اللي هي 4، 2 تي لكل تربيع يبقى 4 تي تربيع في 2 بره يبقى 8 تي تربيع زائد ايه؟ الواحد. واحد تاني اختار الاكس زائد 3، فطبعا ايه المعادله هتتغير شويه. واحد اختار الحل الرابع وقال ايه؟ اكس ناقص تي، اكس بتساوي ناقص تي، فطلعت المعادله 2 تي تربيع زائد 1 نفس المعادله ايه؟ رقم 1. يبقى الحل رقم 1 زي الحل رقم 4، مع ان التي في الحل رقم 1 الاكس بتساوي تي، لكن في الحل الرابع الاكس بتساوي ايه؟ سالب ايه تي. طب ايه الفرق بين الحل
واحد والحل أربعة، والاتنين بيوصلوني لنفس الدالة اللي هي 2 تي تربيع زائد 1، لكن الفرق بينهم هيبقى هو الايه، الاتجاه. ان في الحل الاولاني الاكس بتساوي تي، فلو التي بتساوي 1 يبقى الاكس بتساوي 1، لو التي بتساوي 2 يبقى الاكس بتساوي 2، يبقى كأنك بتتحرك من 1 ل 2 ل 3 ل 4، يعني من الشمال للايه، لليمين. لكن الحل الثاني لما لو حطيت التي بتساوي 1 في الحل الرابع يبقى الاكس هتساوي ناقص 1، ولو حطيت التي بتساوي 2 يبقى الاكس بتساوي ناقص 2، يبقى انت بتتحرك من ناقص 1 لناقص 2، يبقى بتتحرك من الايه، من اليمين للشمال. يبقى هو السيم شيب، يعني نفس الشكل ما اتغيرش. يعني كونك بتغير البارامتر مع الايكويشن مش هتتغير، وبالتالي الشيب مش هيتغير، لكن اللوكيشنز على الجراف هي اللي بتتغير، وايضا الدايركشن بيتغير من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. فاحنا ممكن نغير دايركشن زي ما قلنا، واللوكيشنز بيتغير على حسب تغييرك لايه، للبارامتر. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي ازاي، هاو تو بارامترايز اي كيرف، اداني معادله واي بتساوي 1 على اكس ناقص 3. فانا ممكن اقول الاكس بتساوي تي مثلا، يبقى اذا الواي بتساوي 1 على تي ناقص 3، واحد تاني يقول التي زائد 5، فلما يعوض يطلع ايه، الحل بتاعه اختلف شويه، فيبقى 1 على تي زائد 2. طب تعالى كده نجرب نحط التي بتساوي 10 في المثال الاولاني، هيبقى الاكس بتساوي 10، لكن في المثال الثاني لو انا حطيت التي بتساوي 10 هيبقى الاكس بتساوي كام؟ بتساوي 15. يبقى في السوليوشن الاولاني لما التي بتساوي 10 الاكس ب 10، في السوليوشن الثاني لما التي بتساوي 10 فالاكس بتساوي كام؟ 15. زي ما قلنا هو ده مش هيغير الكيرف اللي هو 1 على اكس ناقص 3، ولا هيغير الجراف، لكن ده هيغير اللوكيشن على الايه، الجراف. وكان لما في الحل الاولاني يبقى قيمه الاكس ب 10، في الحل الثاني كانها نود اخرى او بوينت اخرى على الكيرف، الاكس بتاعها بكام؟ ب 15. يمكن اخر مثال على الايه، البارامتريك ايكويشنز. اعطيني في تو ايكويشنز، تو بارامتريك ايكويشنز، وانا قلت عليها بارامتريك ايكويشنز لان هي بدلاله البارامتريك تي. عندي المعادله الاولانيه اكس بتساوي 1 بلس ساين تي، والمعادله الثانيه واي سو ماينس 2 بلس كوساين تي. بيقول لي وات بوينت ان ذا بلين كورسبوندز تو تي بتساوي باي على 2، هات لي النقطة اللي عندها التي بتساوي باي على 2. فهبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أعوض في المعادلات. المعادلة الأولانية أشيل التي، يبقى الإكس بتساوي 1 زائد ساين باي على 2 اللي هي تبقى ساين إيه؟ 90. وإحنا عارفين إن ساين 90 بواحد، والواحد يبقى 2، يبقى الإكس بتساوي 2. والمعادلة التانية تبقى ناقص 2 كوساين 90. كوساين إيه؟ 90 بكام؟ بصفر، يبقى ناقص 2 زائد 0 يبقى ناقص 2. يبقى البوينت عندي او الكوردينيت بتاع البوينت هيبقى عباره عن 2 في الاكس وناقص 2 في الواي. السؤال الثاني بيقول لي الشيب، الجيومتريك شيب، يعني عندي معادلتين بارامتريك ايكويشنز، المعادلتين دول بيرسموا ايه في الاخر؟ بيقول لي لما ابدا ازود قيمه مين؟ التي. فانا طبعا المعادلتين عشان ابسط الامور، فبقول ان الاكس بتساوي 1 زائد ساين تي، والواي بتساوي ناقص 2 زائد كوساين تي. عاوز هعمل اليمينيشن للبارامتر تي من التو ايكويشنز عشان اوصل للاصل بقى ايه، كان يعني بالراجع او بالعكس. يعني بيبقى عندي معادله وادخل عليها بارامتر، ودلوقتي عندي معادله فيها بارامتر وعاوز اتخلص من البارامتر، فانا عاوز اتخلص اعمل اليمينيشن للبارامتر تي. فهجيب الايه، يبقى اكس ناقص 1 في ناحيه والساين تي في الناحيه الثانيه، والثانيه تبقى واي زائد 2 والكوساين تي، وابدا اربع الايه، المعادلتين. وانا عندي عارف طبعا كوساين تربيع زائد ساين تربيع بتساوي كام؟ بتساوي 1. فانا لو عملت كده يبقى اكس ناقص 1 كل تربيع زائد واي زائد 2 كل تربيع يساوي 1، اللي هو ايه، الكوساين تربيع والساين تربيع بيساوي 1. فانا جبت الطرف اليمين والشمال والطرف اليمين بواحد، وابدا اكتبها في صوره ثانيه اللي هي الصوره الجنرال. يبقى اكس ناقص اتش لكل تربيع زائد واي ناقص سي لكل تربيع يساوي ار تربيع. فبيطلع عندي ان الار هو الراديوس، وان الاتش والكي هم الكوردينيتس بتاعت السنتر. فواضح ان الاتش هتساوي ناقص 1، الاتش هتساوي 1، والكي هتساوي ناقص ايه؟ ناقص 2، والكي هتساوي ناقص 2. وطبعا الراديوس اللي هو الار تربيع بتساوي 1، يبقى الجذر، يبقى الار تساوي ايه؟ يبقى الراديوس بيساوي إيه؟ الواحد. خلاص يعني كده احنا عملنا مقدمه كان الهدف منها بقول يعني ايه بارامتر، يعني ايه ايزو بارامتريك، وليه احنا عاوزين الايزو بارامتريك
فورموليشن اللي هو شابتر 10. الفكره كلها ان احنا لو مشينا بالطرق التقليديه زي مع شابتر 8 مع اللينير سترين، فبنلاقي ان زي بيقولوا اف ايفن بوسيبل، لكن بيبقى التاسك ديفيكالت، العمليه بتكبر فبتبقى صعبه بالنسبه للبروجرامينج وكده. فهم بداوا يتحولوا لترند اخر وهو ايزومتريك فورموليشن، لانه هو ابسط في الفورموليشن بالنسبه للبروجرامينج. فطبعا هنحاول في البدايه ان احنا نشرح المفهوم اللي هو الايزو بارامتريك فورموليشن عشان اقدر اوصل للماتريسيز في والايكويشنز في الجلوبال في اكسيز. هنبتدي مع البار اليمنت لان ده ابسط شيء، وبالتالي بعد كده ابدا اعمل جنراليزيشن بقى على 2 دي وعلى ايه 3 دي. طبعا في البار اليمنت لو تفتكروا في التراس في شابتر 4 عندنا تراس في اللوكال اكسيز كان ليه محور اكس لوكال ومعاه الحركه يو، وعندي المحور واي لوكال، وطبعا في تو نودز واحد واثنين، وعندي في قوه وحركه عند النود الاولاني وقوه وحركه عند النود الثاني. وطبعا انا راسم الجلوبال اكسيز وبين اللوكال والجلوبال الزاويه ثيتا. فطبعا احنا في البدايه يعني قبل ما ندخل في الموضوع هنسترجع بس ايه الديسبليسمنت فانكشن والشيب فانكشنز للبار او التراس اليمنت. لو رجعنا تاني احنا قلنا ان الاليمنت في تو نودز وكل نود عندها 1 ديجري، يبقى عندي توتال 2 ديجريز اوف فريدم. فطبعا الديسبليسمنت فانكشن اللي هي اليو احنا قلنا بولينوميال عدد الحدود بتاعها بيساوي عدد الديجريز اوف فريدم، فيبقى تو تيرمز. الترم الاولاني بيعبر عن الريجيد بادي موشن اللي هو الاي 1 زائد اي 2 في الاكس، طبعا المعادله ديت لينير. لو كتبناها في الماتريكس فورم يبقى اليو سو 1 وبعدين هنا الاكس وبعدين الفيكتور اللي هو الاي 1 والاي 2. طبعا انا هبدا اعوض عشان اجيب الاي 1 والاي 2، هعوض بتو باوندري كونديشنز. مره هعوض عند في الداله اللي هي اليو اوف اكس، طبعا عند الاكس بتساوي 0 يبقى اليو اوف 0. طب اليو اوف 0 اللي هو تساوي مين؟ تساوي الحركه اللي هي دي 1 اكس، هيطلع الزيرو هتضيع الترم الثاني ده اي 1، فيطلع ان الاي 1 هو دي 1 اكس. ارجع اعوض مره ثانيه في نفس الداله اللي هي اليو اوف اكس، بس الاكس بيساوي كام؟ بيساوي ال. طبعا دي يو اوف اكس عند ال بيبقى الحركه اسمها ايه؟ دي 2 اكس، تساوي بقى ايه؟ الاي 2 مضروب في ال زائد الاي 1. طبعا ولا الاي 1 جبتها من شويه اللي هي دي 1 اكس، فبوصل لان الاي 2 هتساوي دي 2 اكس ناقص دي 1 اكس على ال ال. وطبعا ال A2 اللي هو الميل، لان احنا قلنا المعادله هي عباره عن معادله خط مستقيم، فال A1 اللي هو الجزء المقطوع من محور ايه؟ من محور اللي هو الرأسي، فهو عباره عن الدي 1 اكس، والخط ميله هيبقى عباره عن الدي 2 اكس ناقص الدي 1 اكس على ايه؟ على الطول بتاع العنصر. لو احنا كتبنا الكلام ده تاني، رجعنا كتبنا الداله يو اوف اكس هتساوي الاي 1 اللي هو الدي 1 اكس زائد الاي 2 اللي هي دي 2 اكس ناقص دي 1 اكس على ال في الاكس في الماتريكس فورم، هيبقى 1 ناقص اكس على ال واكس على ال في دي 1 اكس دي 2 اكس. طبعا عندي ده الديسبيسمنت فيكتور، وعندي دي الديسبيسمنت فانكشن بتساوي الشيب فانكشنز في الديسبيسمنت فيكتور. وانا عندي الشيب فانكشنز اللي هي الان 1 والان 2 والان 1 اللي هي 1 ناقص اكس على ال. وطبعا لو انا حطيت الدي 1 اكس ب 1 والدي 2 اكس بصفر يبقى الديسبيسمنت فانكشن هي الان 1، ولو عكست حطيت الدي 2 اكس ب 1 والدي 1 اكس بصفر يبقى الداله يو اللي هي ديسبيسمنت فانكشن هتساوي الشيب فانكشن اللي هي الايه؟ الان 2. طبعا احنا عندنا الشيب فانكشن ان 1 لها علاقه، والشيب فانكشن ان 2 لها علاقه، ونعوض بالاكس من 0 ل ال في الدالتين فبنحصل على 2 اكويشنز. وطبعا ال n 1 بتساوي 1 في البدايه و0 في النهايه والعكس مع n 2. وقلنا ايضا ان ال n 1 زائد n 2 في اي مكان مجموعهم بواحد، وقلنا ان الشيب فانكشن هي صوره من صور الديسبيسمنت فانكشن لما يبقى في حركه بواحد وبقيه الحركات ايه بصفار. وقلنا بيت او الشيب فانكشن ممكن نطلق عليها ايه؟ الانتربوليشن فانكشن، لان انا بستخدمها في ان انا اقدر اعمل انتربوليشن واجيب قيمه الحركه ما بين البدايه وما بين الايه وما بين النهايه. نبتدي بقى ايه ندخل بقى في الموضوع
بصورة أوضح شوية. العنوان بيقول isoparametric formulation of the par element stiffness matrix. زين نستخدم مبدأ الايزوباراميتريك لنحن نوصل للماتريكس والايكويشنز للبار element اللي هو أبسط أبسط أنواع الإليمنتس. وبعد كده زي ما قلنا هنعمل جنراليزيشن لل2D و3D. يعني بنرجع تاني بنذكركم بأن الايسو بارامتريك جاية من أن أنا بستخدم the same shape functions أو اللي بنقول عليها الانتربوليشن functions اللي هي في النهاية N، اللي هي مثلا N1 وN2 في حالة البار إليمنت. ليه بقى؟ يعني بستخدم نفس الشيب فانكشن او الانتربوليشن فانكشن عشان ايه؟ امثل حاجتين في نفس بنفس الداله اللي هم الاليمنتس جيومتريك شيب اللي هو الجيومتري بتاعت الاليمنت as are used to define the displacements within the element. يعني ان انا عن طريقها امثل الديسبيسمنت وعن طريقها امثل ايه؟ الجيومتري. وبالتالي الداله بتاخد صورتين، صوره اسمها يو بتساوي a1 زائد a2 في الاس، اس بقى هو البارامتر اللي هيدخل على اساس يحقق لي ايه المطلوب. الداله الثانيه داله اكس اللي هي مرتبطه بالايه؟ بالفيزيكال شيب، انما الداله الاولانيه يو مرتبطه بالديسبيسمنت، لكن نفس الايه؟ نفس الداله، سيم شيب او سيم شيب فانكشن، او بالتالي ايزو. ايزو معناها سيم، يبقى سيم بارامتر، يبقى استخدمت نفس البارامتر اللي هو الاس اللي هو في النهايه هو عباره عن شيب فانكشن او الانتربوليشن فانكشن فانكشنز اللي هي الان، لان انا تو ديفاين مره الديسبيسمنت عن طريق الداله يو مع اس، ومره الفيزيكال شيب او الجيومتريك الجيومتري للاليمنت عن طريق الداله اكس، وبتبقى اكس بتساوي a1 بلس a2 في الاس. بيقول هنا ايه الايزو بارامتريك اليمنت ايكويشنز. احنا هنا لو بصيت فوق في المعادلتين فالبارامتر بتاع اسمه اس، طب ده اس ده يعبر عن ايه؟ فبيقول ايه ان الايزو بارامتريك اليمنت ايكويشنز ار فورميوليتد، يعني الفورمه بتاعتها بيزد على ناتشرال كوردينيت سيستم اس. فعلا المعادلتين بيزد على الكوردينيت سيستم اللي هو اسمه ايه؟ اس، او البارامتر اس. البارامتر اس ده موقفه ايه وموقعه ايه؟ هو از اتاجد تو ذا بار، يعني هو بالظبط المحور بتاع العنصر. اتس اتاجد تو ذا بار اند ريمينز دايركتد الونج اتس اكسيال لينث. احنا طبعا لو احنا بنقول على البار اليمنت هو وان دايمنشنال اليمنت، لكن انا اخذت الطول لان الطول هو الاكبر، لكن كروس سيكشن صغير واخذنا من الطول المحور، فانا هعتبر ان في ناتشرال كوردينيت سيستم اسمه اس ماشي مع المحور مع طول ايه العنصر. بيقول ايه اتاجد تو ذا بار، يعني ماسك او متوصل او متصل بالبار معاه اينما ذهب، معاه في اتجاه ايه؟ and remained directed along its excellence، وماشي مع المحور بتاعه. بيقول ايه regardless، يعني بصرف النظر of how the bar is oriented in space، بصرف النظر عن الorientation الاليمنت موقفه ايه بالنسبه للجلوبال كوردينيت سيستم اللي هو الايه؟ اللي هو الاكس. يبقى ده ناتشرال كوردينيت سيستم زي ما نشوف بعد شويه، اللي هو الاس ده عباره عن ناتشرال كوردينيت سيستم ماشي اتاجد متصل بالعنصر و ريمينز دايركتد مع المحور بتاعه، ماشي مع الايه؟ مع المحور ايه بتاع العنصر، بصرف النظر بقى عن العنصر دوت ايه علاقته او مكانه او موقعه بالنسبه للجلوبال ايه كوردينيت سيستم اللي هو ايه الاكس. طبعا عندنا جلوبال كوردينيت سيستم اللي هو الاكس، عندنا طبعا النود في البدايه ونود في النهايه، وبعدين اكس 1 واي واكس 2، وتبقى احنا ماشيين مع الجيومتري. لكن بالنسبه للناتشرال كوردينيت سيستم برضه ده التجد للعنصر، لكن بنفترض ان الاوريجين بتاع الناتشرال كوردينيت سيستم بيبقى في منتصف الايه العنصر، يعني الاس 0 هتبقى في المنتصف، ودايما هنفترض ان الاس من ما بين اكبر يعني من الواحد لايه لناقص واحد، يعني محصوره بين الواحد والسالب واحد، لكن الاوريجين بتاعنا فين؟ في الايه؟ في المنتصف العنصر، يعني عند ال بيساوي ايه؟ عند ال على 2 يعني من طول العنصر. الجزء الثاني بيقول ايه؟ ترانسفورميشن مابينج. هعمل ترانسفورميشن، عندي الترانسفورميشن ده هيبقى ما بين مين ومين؟ ما بين تو كوردينيت سيستمز اللي هم الاس
اللي هو الناتشرال كوردينيت سيستم، والاكس اللي هو الجلوبال كوردينيت سيستم. يعني يعني كان ايه، بدل ما كنت زمان بقول اللوكال والجلوبال، لا دلوقتي هقول ايه، الناتشرال اللي هو كوردينيت سيستم اللي هو اس، اللي هو الاتاجد بالعنصر ودايركتد مع الاكسيال لينس مع الاكس اللي هو الجلوبال كوردينيت ايه سيستم. ده يعني اللي هيمشي معانا، ان انا هعمل دايما ترانسفورميشن ما بين الناتشرال اللي هو كوردينيت سيستم اس والجلوبال. الايزو بارامتريك فورمولايشن اوف ذا ستيفنس ماتريكس اوف اسامبل لينير بار اليمنت ويز تو نودز اد نيكست الستريتد. هنبدا بقى ايه نبحث سويا ازاي اعمل ايزو بارامتريك فورمولايشن لأبسط أنواع العناصر وهو اللينير بار إليمنت. الستيب رقم واحد طبعاً احنا عارفين دايماً بيقول إيه؟ ديسكريتايز، يعني قسم الجسم إلى عناصر، خلاص قسمنا، وبعدين أند سيلكت الإليمنت تايب، وبعدين اختار التايب بتاع الإليمنت المناسب، لأن ده دي بروبر إليمنت تايب، يعني ده أهم تاسك بيقع على عاتقك، إنك تختار البروبر إليمنت تايب، تختار النوع المناسب للعنصر وكده. فطبعا يعني بنسترجع تاني ان احنا عندنا تو كوردينيت سيستمز، عندنا الناتشرال كوردينيت سيستم ده بيبقى اتاجد مع العنصر، والاوريجين بتاعه بيبقى في منتصف او عند السنتر، و مش لازم بقى ايه زي بنقول بصرف النظر بقى عن العنصر بقى ايه علاقته، ايه الاورينتيشن بتاعه بالنسبه للجلوبال. يعني بيقول دي اس اكسس نيد نوت بي بارلل تو دي اكس اكسس، يعني مش شرط، لكن احنا طبعا يمكن للتبسيط في المساله بتاعتنا هنفترض ان الاثنين ايه في بينهم ايه توازي كنوع من تبسيط الامور. يعني يبقى عندي الجلوبال كوردينيت سيستم وعندي الناتشرال كوردينيت سيستم. طيب عاوز كده تعالى نعمل بينهم علاقه. يعني طبعا عندي البار اليمنت اللي هو التراس اليمنت بيبقى عندي طبعا 1 ديجري اوف فريدم بير نود، وفي اتجاه الاكسيال في اتجاه الاكس بتاع المحور اللي هم اليو 1 واليو 2. طب تعالى كده، لو انا حاولت يعني اربط او اعمل علاقه ما بين ده على اساس ان انا فارض ان يعني كسبيشال كيس، يعني فارض ان الاس والاكس اكسيز ار بارلل تو اتش اذر، ممكن اعمل ريليشن بينهم. لو هما الاثنين بيوازوا بعض ممكن اعمل ريليشن. ايه الريليشن؟ بتسوي ايه؟ ان الاكس ككوردينيت اكس ايا كان موقعها، يعني من الزيرو لغايه ال، من الزيرو لغايه ال، بتسوي الاكس سي، الاكس سي، الاكس سي اللي هو الاحداثيات عند السنتر، عند السنتر بتاع العنصر. وطبعا الاحداثيات عند السنتر هتطلع ان هي بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 على 2، اكس 1 زائد، يبقى الاكس سي هي اكس 1 زائد اكس 2 على 2 زائد ال على 2 في الاس، ال على 2 في الاس. طب تعالى كده عوض في المعادله ديت، حط كده الاس بتساوي صفر، يبقى انت واقف فين؟ في المنتصف. لو حطيت الاس بتساوي صفر يبقى الترم الثاني هيضيع، يبقى الاكس تساوي مين؟ تساوي الاكس سي فعلا، يبقى معناها تساوي ال على 2 اللي هو الافريج، لان لما تجيب الاكس 1 زائد الاكس 2 على 2 يطلع الايه؟ يطلع الافريج اللي هو 0 زائد ال على 2 يبقى ال على 2 اللي هو ايه؟ الاحداثيات بتاعت الايه؟ الميد بوينت. طب لو انا اخدت الاس بتساوي 1، لو اخدت الاس بتساوي 1 انا طبعا الاكس سي هتطلع تساوي ال على 2، ولما الاس بتساوي 1 يبقى ال على 2، وال على 2 يبقى الاكس هتساوي ال اللي هو فعلا ايه الاند، يبقى الاكس بتساوي الايه الاند. طب لو انا اخدت الاس بتساوي ايه ماينس 1 يبقى الاس يبقى ناقص ال على 2 زائد ال على 2 تطلع الاكس بصفر اللي هي فين؟ اللي هي عند الايه؟ عند الستارت. ويمكن انا رسمت العلاقه على اساس ان الاكس فانكشن في الاس، فانا رسمت الاكس في الراسي وحطيت الاس في الافقي وغيرت الاس من ايه من واحد لناقص واحد، وطبعا الزيرو اللي هو في الميد بوينت هيكون عند الاوريجين، لان احنا قلنا الاوريجين بتاعنا هيكون في السنتر او في الميد بوينت. فانا لما اعوض في المعادله هلاقي الكيرف هيطلع اللي هو الشكل السوليد، فبلاقي لما الاس بتساوي صفر يطلع الاكس بتساوي الاكس سي،
ولما الاس بتساوي واحد يطلع الاكس بتساوي ال على 2 زائد ال على 2 بتساوي ال، ولما الاكس الاس بتساوي ناقص واحد يطلع القيمه بكام؟ القيمه بزيرو. فكان دي العلاقه اللي بتربط ما بين الكوردينيت سيستم اللي هو الجلوبال والناتشرال كوردينيت سيستم اللي هو الاس، وده الجراف بتاعها، وفعلا معبر جدا عن ايه؟ عن العلاقه. يبقى العلاقه ان الكوردينيت سيستم الجلوبال اكس يرتبط مع الناتشرال، ده بفرض ان احنا فرضين بقى ان الاثنين ايه بارالل، يعني على سبيل التبسيط، وقلنا ان الاكس بتاعت السنتر هي عباره عن اكس 1 زائد اكس 2 على 2، وطبعا احنا لو عوضنا باكس 1 بزيرو واكس 2 بال على 2 يطلع الحد السي بتاع اكس بتاع الميد بوينت هو ال على ايه؟ ال على 2. يبقى انا طب تعالى بنراجع نعكس بقى، نخلي الاس هي في الايه في ناحيه، وتبقى الاس فانكشن في الاكس، فطبعا انا بودي الاكس سي الناحيه الثانيه، يبقى اكس ناقص اكس سي، واضرب في الاثنين واقسم على مين؟ واقسم على ال. ورجع بعد كده شال الاكس سي، طبعا ساب الاكس وشال الاكس سي وحط مكانها اكس 1 زائد اكس 2 على 2، وفي المقام هيبقى ال اللي هو الاكس 2 ناقص اكس 1 اللي هو ال اكس 2 ناقص اكس 1، وطبعا ضارب فوق في 2 اللي هي ايه على شمال ايه القوس. ويمكن ده الايكويشن اللي احنا رسمناه من شويه، بس طبعا احنا كانت العلاقه من شويه كان الاكس في الراسي والاس في الافقي، ممكن نرجع نعكس بقى ونرسم علاقه تانية بحيث يبقى الاس هو في الراسي وسيان هي نفس الايكويشن، بس بتخلي الاكس مره في طرف او الاس مره في ايه في طرف. طيب تعالى بقى ايه نشوف الداله بتاعه الايه الشيب فانكشن اللي احنا قلنا، احنا قلنا ايزو بارامتريك يعني سيم بارامتر، وقلنا هنستخدم نفس الشيب فانكشن بس مره هنستخدمها مع الجيومتري اللي هي اكس بتساوي اي 1 بلس اي 2 في الاس، ومره هنستخدمها مع الديسبيسمنت اللي هي يو بتساوي الاي 1 بلس اي 2 في الاس، وقلنا ان الاكس هو الجلوبال وان الاس هو الناتشرال، وقلنا للتبسيط في المساله بتاعتنا هنفترض ان الجلوبال والناتشرال بارلل كنوع من انواع الايه التبسيط. طيب تعال ناخد المعادله الاولانيه اللي هي ايه الشيف فانكشن، لكن الاول مع الجيومتري ان احنا هنربط الاكس مع الاس من خلال اي 1 بلس اي 2 في الاس. طبعا الاس قلنا بتتغير من فين لفين، من واحد لناقص او من ناقص واحد لايه لواحد، يبقى الاس اكبر من او تساوي ناقص واحد واقل من او تساوي ايه الواحد. طب تعالى نعوض في المعادله دي، حط مره الاس بتساوي واحد، طب الاس بتساوي واحد فين؟ يبقى في الاند، يبقى عند اكس تساوي كام؟ تساوي اكس 2، يبقى ات اس بتساوي واحد يبقى الاكس هحط مكانها اكس 2، وابدا احط الاي واحد واشيل الاس واحط مكانها واحد تبقى ايه 2، يبقى دي المعادله رقم واحد. طيب المعادله الثانيه عند الباوندري الاخر اللي هو على الشمال، لما الاس بتساوي ناقص ايه واحد، عوض في المعادله في المكان دوت يبقى الاكس هتساوي اكس واحد، يبقى الاكس بتساوي كام؟ اكس واحد، هتساوي اي 1 ماينس اي 2 لان الاس بالسالب. عندي المعادله الثانيه والمعادله الاولانيه، لو انا جمعت المعادلتين مع بعض حليتهم مع بعض اجمعهم، يبقى الاي 2 هتروح مع الاي 2 ويبقى 2 اي 1 هتساوي اكس واحد زائد اكس 2، يعني كان بقول ان الاي 1 هتساوي اكس واحد زائد اكس 2 على الايه؟ على الاثنين. ده قيمه الاي 1، ولو تفتكروا من شويه مين كان الاكس 1 زائد الاكس 2 على 2، ده كان عباره عن الاكس بتاع السنتر اللي هو الاكس سي. لو انا رجعت عوضت في المعادلتين تاني هجيب الاي 2 هتساوي الاكس 2 ناقص الاكس 1 على 2. فانا طبعا عندي الاكس 2 اللي هي المعادله الاولانيه هي اي 1 زائد اي 2، والاكس 1 اللي هي المعادله الثانيه هتبقى الاي 1 ناقص الاي 2. طبعا عند الاس بتساوي 0، عند الاس بتساوي 0 هلاقي ان الاكس هتساوي اي 1، هتساوي ايه الايه الاي 1. طبعا في الحاله ديت بعد ما جبت بقى ايه الاي 1 وجبت الاي 2 ارجع اعوض بقى اشيل الاي 1 واحط قيمتها واشيل الاي 2 واحط قيمتها، وبعدين اعيد ترتيب المعادله فهوصل لان الاكس هتساوي ناقص هتساوي نص افتح قوس 1 ناقص اس في الاكس 1 زائد 1 زائد اس في الاكس 2. لو انا حطيتها في الماتريكس فورم فهلاقي طبعا الاكس 1 والاكس 2 ده عباره عن الفيكتور بتاع الكوردينيتس مضروب في الان 1 والان 2، والان 1 والان 2 دول هم عباره عن الشيب فانكشنز اللي هيبقى 1 ان 1 تبقى 1 ناقص اس على 2، وان 2 هتبقى 1 زائد اس على ايه؟
على 2. طبعا الدالة الأساسية كانت عبارة عن الـ x تساوي الـ a1 اللي هو المقطوع من المحور الرأسي ضئيل الـ a2 في الـ s، وبعدين بعد ما عوضت قدرت أعمل علاقة ما بين الـ x والـ s، لكن بعد ما جبت قيم الـ a1 والـ a2 وطلع في الآخر خالص إن الـ vector بتاع الـ x بيساوي الماتريكس بتاعت الشيب فانكشن في الفيكتور بتاع الكوردينيتس، وعرفت ال n1 وال n2 بدلاله الناتشرال كوردينيت سيستم اس. الناتشرال كوردينيت سيستم اس. طبعا انا اصبح هنا عندي ايه ال n1 وعندي ال n2، فاقدر طبعا اعوض في ال n1 بالقيمه بتاعتها اللي هي 1 ناقص اس على 2، ولان 2 1 زائد اس على 2، فانا عندي 1 ناقص اس على ايه 2. لو انا حطيت الاس بناقص 1 يبقى ناقص في ناقص بزائد، يبقى 2 على 2 ب1 يطلع القيمه ب1. لو انا حطيت الاس ب1 يبقى 1 ناقص 1 بصفر يطلع القيمه بصفر، ونفس الكلام في الفانكشن اللي هي ايه اللي هي الان 2. فطبعا الشيب فانكشن ان 1 هي صوره من صور الاكس، لما الاكس 1 بتساوي 1 والاكس 2 ايه بتساوي 0، لما الاكس 1 بتساوي 1 والاكس 2 بتساوي 0، والان 2 برضو هي الشكل الثاني لما الاكس 2 هي اللي ب1 والاكس 1 بتساوي 0. وايضا زي ما احنا عارفين ان الان 1 والان 2 في اي مكان مجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي ايه؟ بيساوي الواحد. ايضا في شرط طبعا ان لازم يكون في كونتينيوتي within الـ A element، وده واضح من الخط المستقيم مستمر، مفيش abrupt change ولا في gap ولا في overlap. الاستبرا اللي بعد كده select A displacement function. احنا خلصنا بقى الجزء اللي فات كان ان انا ربطت او المعادلة كانت للجيومتريك شيب، المعادلة اللي بعد كده هتبقى للديسبليسمنت، وهي same shape functions، نفس الشيب functions اللي هي 1 ناقص اس على 2 اللي هي الان 1، و1 زائد اس على 2 اللي هي الان على 2، لكن هنا المعادلة تختلف بقى، هتبقى المعادلة هنا للديسبليسمنت، يبقى الديسبليسمنت فيكتور اللي هو اليو سو ان 1 ان 2 في الديسبليسمنت فيكتور اللي هو u1 u2 اللي هو الديسبليسمنتس عند النودز اللي هي u1 و u2، ونفس الشيف فانكشنز ما حصلش ايه تغير، لان هو ده بقى معنى الايزو بارامتريك، ان انا استخدمت السيم بارامتر اللي هو الشيف فانكشن مره مع الجيومتري ومره مع الايه الديسبليسمنت. وبالتالي هنا انا لو جبت الداله يو هتساوي ان 1 يو 1 زائد ان 2 يو 2، ان 1 يو 1 زائد ان 2 يو 2، وقيمه الديسبليسمنت عند النود 1 بتساوي 1 يو 1، وقيمته عند النود 2 تساوي يو 2. طبعا عند النود 1 الاس بتساوي ماينس 1، وعند النود 2 الاس بتساوي ايه 1. يبقى انا كده استخدمت، وبالتالي يبقى هنا طالما ان انا استخدمت نفس الشيب فانكشن مره مع الجيومتري ومره مع الديسبليسمنت، فانا اقدر اقول بقى ايه دي element في الحاله دي is called isoparametric، بيطلق عليه مصطلح ايزو بارامتري. الستيب رقم 3 اللي هو اربط بقى السترين بالديسبليسمنت، وبعد ما اربط السترين بالديسبليسمنت ابدا اربط الستريس بالايه بالسترين. طبعا انا عندي الداله يو اللي هي ان 1 ان 2 في اليو 1 يو 2، وانا عندي الان 1 1 ناقص اس على 2، والان 2 1 زائد اس على 2. طيب انا عاوز اجيب الانفعال اللي هو الابسلون اكس، ابسلون اكس الانفعال هيساوي التغير في الطول على الطول الاصلي، يبقى دي يو على دي اكس. لكن انا هنا طبعا المشكله ان انا ما عنديش اليو مع الاكس، انا ما عنديش الايه اليو مع الاكس، انا عندي اليو الاكس مع الاس، الاكس مع ايه الاكس مع الاس، دي معادله ونفس المعادله مره تانية بس اليو مع مين؟ اليو مع الايه مع الاس برضه، يبقى الاكس مع الاس واليو مع الاس، الاكس مع الاس واليو مع الاس، مفيش يو مع اكس، يبقى في الحاله دي التفاضل ده مش موجود. طب في الحاله دي هستخدم بقى ارجع للرياضه واستخدم وي ماست ابلاي ذا تشين رول اوف ديفرنشيشن اللي هي عباره عن ايه، ان التفاضل اليو بالنسبه للاس، تفاضل اليو بالنسبه للاس هتساوي تفاضل اليو بالنسبه للاكس في تفاضل الاكس بالنسبه لايه لاس. طبعا انا عاوز مين؟ تفاضل اليو على الاكس، يبقى كان مطلوب اجيب التفاضل اليو مع الاس وتفاضل الاكس مع الاس، وبعدين اقدر اعوض اجيب الايه لو قسمتهم على بعض اجيب الديو باي دي اكس وبالتالي الانفعال. طيب اجيب الاول الديو باي دي اس، انا عندي الداله اللي هي بتاعت اليو مع الاس، وعندي الداله بتاع الاكس
مع الاس. فكل اللي انا هعمله افاضل اليو بالنسبه للاس وافاضل الاكس بالنسبه للاس، وبعدين اقسم الاثنين على بعض اطلع الانفعال اللي هو الديو باي دي اكس. طبعا الكلام ده اتعمل، فلما فاضلنا اليو بالنسبه للاس فطلع اليو 2 ناقص يو 1 على 2، ولما فاضلنا الاكس بالنسبه للاس فطلع اكس 2 ناقص اكس 1 على 2 اللي هو ايه الطول على 2 اللي هو ال على 2. ليه؟ لان الاكس 2 ناقص اكس 1 بتساوي ايه ال. طبعا كده اقدر اجيب لي انفعال، فهقسم بقى اليو 2 ناقص يو 1 على 2 على ال على كام؟ ال على 2، وبالتالي اقدر بقى ايه احط الانفعال في صورة الماتريكس فورم. هيبقى ايه؟ انا عندي يو 1 ويو 2 يبقى مضروب في ناقص 1 على ال في 1 على ال. وبالتالي لو جبت او انا عارف من سابقا ان الانفعال بيساوي الماتريكس بي في الفيكتور دي، اذا ادا الفيكتور دي اللي هو يو 1 يو 2 يبقى الماتريكس بي ناقص 1 على ال 1 على ال. وطبعا واضح من المعادلة ان الماتريكس بي هنا ايه كونستانت، كونستانت ماتريكس، وبالتالي السترين وزن الاليمنت هيكون ايه؟ هيكون كونستانت. طبعا بعد كده اقدر اجيب الستريس بان انا بضرب في مين؟ في المودولاس، فبضرب الانفعال في المودولاس وانا عندي المودولاس، والانفعال هو عباره عن البي في الدي. بيقول هنا قبل ما نتنقل بيقول فور هاير اوردر اليمنتس اللي هو الكوادراتيك بار وذ 3 نودز. لو انا بقى اخدت بار اليمنت بس زودت نود في الميد بوينت بقى في 3 نودز، وبالتالي المعادله بقت من الدرجه الثانيه كوادراتيك. فبيقول في الحاله ديت البي ما بتبقاش كونستانت وبتبقى فانكشن في الناتشرال كوردينيت سيستم اللي هو ايه الاس. الخطوه المفروض الاساسيه اللي هي استنتاج الستيفنس ماتريكس اند ايكويشنز. طبعا ده بار اليمنت، فانا بكامل من الاول للاخر من الزيرو للال، البي ترانسبوز في الدي في البي في الاريا في الدي اكس في الاريا في الدي اكس. لكن هي مشكلتي هنا هو ايه؟ ان انا عندي اكس مرتبطه باس واليو مرتبطه باس، فعاوز اعمل ترانسفورميشن من الاكس للايه للاس، لان احنا عارفين او زي ما قلنا من شويه ان البي في الحاله الجنرال اللي هي مثلا لو عندي element higher order في 3 nodes، واحد في البداية واحد في النهاية وواحد في الميد بوينت، فبتبقى البي في الجنرال كيس بتبقى function في الاس. فلازم انا في الحالة دي عشان اكمل لازم اعمل transformation من الاكس للايه للاس، لان البي function في الاس، فلازم اشيل الدي اكس واجيبها function في الايه في الاس. فلو انا عندي دالة f of x dx من الزيرو للال عاوز احولها للاس، يبقى من ناقص واحد لواحد f of s في الجاكوبيان في الدي اس. طبعا في ال one dimensional case يعني وجد ان القيم بتاعت الجاكوبيان هتساوي التفاضل بتاع الدي اكس على ايه؟ على الدي اس. واحنا جايبين من شويه التفاضل بتاع الدي اكس على الاس اللي هو كان اكس 2 ناقص اكس 1 على 2 اللي هو ال على كام؟ اللي هو ايه؟ ال على 2. يبقى القيمه بتاعت الجاكوبيان هتساوي ايه؟ ال على 2. خلاص جبت انا القيمه اللي هي ال على ايه؟ 2. خلاص يبقى ابدا اشيل بقى القيمه بتاعت الدي اكس، اشيل القيمه بتاعت الدي اكس من عندي الدي اكس على الدي اس بتساوي ال على 2، يبقى الدي اكس هتساوي ال على 2 في الدي اس، ال على 2 في الدي اس، ادا ال على 2 بره عشان كونستانت وده ايه الدي اس، وكل حاجه زي ما هي، بس التكامل يبقى من ناقص 1 ل 1 عشان دلوقتي انا شغال مع الاس والاس بتتغير من ناقص 1 الى 1. طبعا انا شلت الماتريكس دي وحطيت مكانها ايه الاي، لان طبعا ده بار اليمنت، فبيبقى الماتريكس دي بتختصر الى المودولاس اللي هو ايه الاي. طبعا عندي البي ناقص 1 على ال وزائد 1 على ال، وبالتالي لو عوضت بيها في الماتريكس اللي هي ال على 2 تكامل من ناقص 1 ل1 بي ترانسبوز في الاي في البي في الاريا في الدي اس، وعملت التكامل هوصل في النهايه خالص لان الماتريكس بتساوي الاي في الاي على ال 1 ناقص 1 ناقص 1 1. يبقى انا دلوقتي قدرت عن طريق الايزو بارامتريك فورميوليشن ان انا استنتج مره اخرى الماتريكس للتراس، لكن باجراء مختلف شويه عن الاجراء اللي هو بتاع كان الاكوليبريم اللي احنا كنا بنستخدمه سابقا مع التراس اليمنت وكده. ايضا انت عارف كل شابتر بنمر على البادي فورسز والتراكشن او السيرفيس فورسز، لكن طبعا الكونسنتريتد او النودال فورسز هي بطبيعتها كونسنتريتد، ف
ما عندهاش مشاكل، لكن انا بحتاج احول النودل البادي فورسز والتراكشن فورسز الى ايكوفالنت عند النودل، لان انا بقول النظريه هي نودل ميثود، فبالتالي لازم احول البادي فورسز لايكوفالنت عند النودز والتراكشن فورسز لايكوفالنت عند النودز. فلو انا عندي بار اليمنت فبكامل على الحجم، الماتريكس ان ترانسبوز في البادي فورس فيكتور في الدي في، طبعا الدي في هيبقى الاريا في الدي اكس، لان طبعا في البار اليمنت بتبقى الاريا كونستانت، والمتغير عندي هو الطول، انا بتحرك مع الطول لكن الاريا كونستانت، فطبعا الفوليوم هيبقى الاريا في الدي اكس، فانا ده هخرج الاريا بره بقى من زيرو ال ان ترانسبوز في البادي فورس فيكتور في الدي اكس. طبعا برضو لازم هنا ايه احول من الاكس للاس، من الكوردينيت سيستم اكس للكوردينيت سيستم اتس اس اللي هو الناتشرال كوردينيت سيستم. فاحنا قلنا ان الدي اكس بتساوي ال على 2 في الدي اس، فطبعا اعوض اشيل الدي اكس واحط مكانها ال على 2 في الدي اس، وعندي الاريا من ناقص واحد لواحد عشان انا شغال مع الاس، واحط الان والبادي فورس، فهلاقي بره هيطلع في الاخر الاريا مضروب في ال ده الفوليوم، في البادي فورس ده الدنسيتي ده الكثافة، يبقى الفوليوم في الكثافة يديني التوتال بتاع الوزن، وبعدين هقسم على 2، ده معناه ان كل نود هيوصلها نص الايه نص البادي فورس. بالنسبة للسيرفيس فورسز نفس القصة، بشتغل انا على الاريا ولكن ده بار او لاين اليمنت، فبيبقى من زيرو ال بيبقى عندي الدي اكس، بشيل الدي اكس واحط مكانها ال على 2 في الدي اس، وبشتغل من ناقص واحد لواحد، وبحط الشيب فانكشنز ان واحد وان اتنين، في الاخر خالص هوصل لايه طبعا لان بيبقى عندي التراكشن هيبقى يكون هنا يونتس اوف فورس بير ايه بير يونت لينث، شغال مع لاين اليمنتس وكده، فبيطلع في الاخر ان انا بضرب الفورس في ال احولها لتوتال، وبعدين اقسم على 2 على اساس كل نود ايه يوصلوا نص الايه القيمه. الجزء اللي بعد كده ان احنا هنتنقل بقى من ال1 دايمنشنال لل2 دايمنشنال، لكن احنا هنشتغل مع الريكتانجولار بلين ستريس اليمنت، ويمكن احنا قبل كده اللي اخذناه كان هو الكونستانت سترين تريانجولار اليمنت، كان مثلث لكن ما كناش اخذنا الشكل ايه الرباعي. فهنبتدي الاول ناخد الشكل الرباعي بس ايه بالاسلوب القديم، وبعد ما نخلص نبتدي ايه نعيد بس بالايزو parametric formulation. فيعني بنقول we will now develop the rectangular plane stress element, a general quadrilateral element اللي هو الاليمنت الرباعي. بيقول في two advantages of the rectangular element over the triangular. في ميزتين للعنصر اللي هو الرباعي على الثلاثي، ان ease of data input يعني في سهوله في الادخال، و simpler interpretation of the output stresses والمخرجات بيبقى ايه سهل تفسيرها وكده. لكن في عيب ان ال simple linear displacement rectangle with its associated straight sides poorly approximates the real boundary condition edges. يعني بيقول العيب ان هو طبعا لو عندي ال boundaries بتاعت العنصر كانت complex يعني فهو يعني curve مثلا فهو بيبقى صعب ان هو يعمل محاكاة مظبوطة للباوندرز بتاعت الايه المسألة وكده. لكن تعال نكمل، عندنا في 4 نودز طبعا والترقيم عكس عقارب الساعة، وعندي المحاور الاكس معها يو والواي معها الفي، كل نود عندها 2 ديجريز اوف فريدم، فبالتالي عندي في النهاية الديسبيسمنت فيكتور هو عبارة عن 8 عناصر من اليو 1 في 1 لغايه اليو 4 في 4. طبعا الستيب رقم 1 خلاص انا خلصتها اللي هي ديسكريتايز وسيلكت الاليمنت تايب. الستيب رقم 2 سيلكت ديسبيسمنت فانكشنز، انا عندي هنا ال 4 في 2 ب 8، فعندي في الديسبيسمنت فانكشن هقسمها جزئين، جزء اللي هو اليو في اكس وواي والفي، طبعا الكلام ده بيتكرر كررناه قبل كده في كونستانت سترين وفي اللينير سترين، لكن هنا اللي زاد ان الايكويشنز عددها عدد الترمز بقى 8 بدل ايه بدل 6. اذا في الداله يو بيبقى فيها 4 ترمز a1 a2 x a3 y a4 x y،
والدالة V بتبتدي من A5 لغاية A8. كل اللي هنعمله طبعا بنفس الخطوات، هنبدأ بقى ايه نجيب قيم ال A1 لغاية ال A8 ونرجع نعوض مرة تانية في المعادلة اللي فاتت، بس بعد ما جبت القيم A1 لغاية ال A8. طبعا انا عندي العنصر عرضه 2 P وارتفاعه ايه 2 H، واحنا واخدين الاوريجين في السنتر بتاع او في السنترويد للإلمس، فانا جبت الدالة U والدالة V بس بعد ما جبت قيم ال A1 لغاية ال A8. في النهاية خالص اقدر ارسم الدالة او اكتب الدالة إبساي اللي هي بتتكون من ال U وال V بتساوي الماتريكس N في الديسبليسمنت فيكتور دي، وبالتالي الماتريكس N دي هي عبارة عن الشيب فانكشنز، وبيبقى هنا عندي 4 شيب فانكشنز N1 N2 ان 3 ان 4. يبقى عندي الابساي او الديسبليسمنت فانكشن اللي هي جزئين، جزء يو وجزء في، تساوي الماتريكس المستطيل للشيب فانكشنز من ان 1 لغايه ان 4 في الديسبليسمنت فيكتور يو 1 في 1 لغايه يو 4 في 4. وطبعا عندي قيم الان 1 لغايه الايه الان 4، ونفس بقى المواصفات بتنطبق على الان 1 لغايه الايه الان 4، ان الان 1 هيبقى لما اليو 1 بتساوي 1 والباقي بصفار، يبقى الان 1 هو شكل او صوره من صور الداله ابساي لما اليو 1 بيساوي 1 والباقي بصفار وهكذا. وطبعا قيمته بتساوي 1 عند النود و0 عند بقيه النودز، ولو انا جمعت الان 1 والان 2 والان 3 والان 4 هلاقي المجموع طبعا ايه بيكون بيساوي 1. الستيب رقم 3 اللي هو السترين ديسبيسمنت اند ستريس سترين، طبعا عندنا الانفعال ابسلون اكس ابسلون واي جاما اكس واي، فالانفعال في اكس بارشال يو بارشال اكس بارشال في بارشال واي وبعدين الشير سترين. طبعا انا عندي الداله يو وعندي الداله في، افاضل اليو بالنسبه للاكس اجيب انفعال، افاضل الفي بالنسبه للواي اجيب انفعال، وبعدين افاضل مره اليو مع الواي والفي مع الاكس واجمعهم اجيب الشير سترين. في النهايه خالص هوصل للكومباكت فورم، ان الانفعال فيكتور بتاع الانفعال يساوي الماتريكس بي مضروب في الفيكتور بتاع الديسبيسمنت اللي هو الدي، وطبعا هنا هتبقى الماتريكس بي كبيره شويه عناصرها اكتر لان انا عندي 4 نودز، فيبقى عندي اربع اجزاء، الاول كانوا 3 دلوقتي اصبح في 4 اجزاء. لو انت بصيت للمعادله او للماتريكس بي هتلاقي الانفعال ابسلون اكس هيبقى داله في الواي، والابسلون واي فانكشن في الاكس، والشير سترين جاما اكس واي هيبقى فانكشن في الاكس والواي، وبالتالي ما عدتش القيمه بتاعت الايه البي ما عدتش ثابته، وبالتالي انا اقدر بعد كده لو عرفت الانفعال اللي هو بيساوي البي في الدي اضرب في المصفوفه دي عشان اجيب الاجهاد، وطبعا عندي قيمه للبلين ستريس مصفوفه دي للبلين ستريس ومصفوفه دي للبلين سترين. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نجيب الكي ماتريكس الكي ماتريكس، فطبعا انا عندي الاليمنت عباره عن اريا فلو طول 2 اتش، لو رجعنا تاني للعنصر هنلاقي العرض بتاعه 2 بي والهايت ايه 2 اتش، لكن السيكنس هيبقى كونستانت، فبالتالي هيبقى التكامل من ناقص اتش الاتش ده في اتجاه الهايت ومن ناقص بي البي في اتجاه العرض، لكن السيكنس طبعا كونستانت لان احنا قلنا في البلين ستريس بنفترض ان السيكنس ايه كونستانت، فمفيش تكامل بالنسبه للسيكنس، يبقى التكامل هنا بقى اصبح بالنسبه ايه للاريا اللي هي دي اكس ايه دي واي دي اكس دي واي، وبالتالي خلاص انا اقدر اعمل التكاملات دي وهوصل في الاخر للماتريكس اللي هي كام 8 في 8. طبعا احنا يمكن بنشرح بصوره مختصره لان طبعا عشان نقعد نكتب الكلام ده يمكن المكان ما يكفيش وكده، لكن اعتقد ان الخطوات ايه بسيطه وسهله ومشابهه للي احنا عملناه قبل كده لما كان العنصر ايه مثلث وكده. ايضا عندي البادي فورسز اللي هي تكامل على الحجم البادي فورسز، وعندي النودال فورسز اللي هي البي، وعندي التراكشن فورسز تكامل على الايه الاريا، وطبعا انا عندي الماتريكس ان من ان 1 لغايه ان 4 وعندي قيم الان 1 لغايه الان 4. في النهايه خالص طبعا اقدر اعوض في المعادله اللي هي الاف بتساوي الكي في الدي.
الستبس بقى من 5 لـ 7 احنا عارفينهم، ستبس بتتكرر، بيقول بيبقى فيهم الاسمبلج، انا بجمع الماتريسيز في التوتال او الاوفر اول او الجلوبال ماتريكس، وبعد كده بكون الايكويشنز في الجلوبال اللي الاف بتساوي الكيف الدي، وابدا اجيب النونز بتاعتي بتبقى ديسبليسمنت نودال ديسبليسمنت، فبجيب الماتريكس بجيب المعكوس للماتريكس، وبال باي باك سبستيتيوشن ببدا اضرب الماتريكس في الديسبليسمنت فيكتور بعد ما عرفت القيم، فبجيب ايه الرياكشنز او اللودز او الفورسز المجهوله، والكلام ده بالظبط بالظبط ايدنتيكال تو ذوس فور دي كونستنت سترين تريانجل، يعني مفيش شكل هو، بس يبقى الخلاف في الارقام. لكن هنا بقى ايه الفرق، ان الستريسز within الاليمنت مش هتبقى كونستانت، لان هي هتبقى بتتغير اعتمادا على الاكس والواي. ويمكن احنا قلنا ده من شويه لما قلنا ان الابسلون اكس بيعتمد على الواي، والابسلون واي بيعتمد على الاكس، والجاما اكس واي بتعتمد على الاكس والواي، وبالتالي اذا البيم ما هيش كونستانت، وبالتالي الانفعال مش كونستانت، وبالتالي الاجهاد وزن الاليمنت ده المختلف عن الكونستانت سترين مش هيكون ايه، مش هيكون كونستانت. ايضا في مشكله، زي ما كان في مشكله في الكونستانت سترين وقلنا ان هو بيعمل مشاكل لما بيكون عندي في مساله فيها بيندنج، فقلنا لو تفتكروا ما ينفعش اخد عنصر من فوق لتحت وان اليمنت، لان هيطلع الستريس جواه كونستانت، ولو عندي مومنت بيبقى الستريس فوق مثلا كومبريشن وتحت تنشن، ومثلث فوق ومثلث تحت، فلازم كنا بنتغلب على المشكله دي ان احنا بنقسم الارتفاع لعدد من الايه من العناصر. نفس القضيه هنا، نفس في مشكله، لكن المشكله ان العنصر دوت اللي هو الباي لينير ريكتانجل اليمنت cannot provide pure bending، يعني لما تحل المساله لو عندك المساله اصلا هي مساله pure bending، الحل بيطلع فيه ايه فولس شير سترين، بيطلع في الحل فيه يعني شير سترين، يعني مش حقيقي لكن بيطلع في الحل، يعني لان الحقيقه بتاع المساله طالما هي بيور بيندنج يبقى ما يبقاش فيها ايه، ما يبقاش فيها شير. احنا لو عندنا سيمبل بيم مثلا وعليها احمال كونسنتريتد، فطبعا المساله دي بيطلع المومنت بيبقى في المنطقه اللي هي البي سي، المنطقه اللي في النص بيطلع المومنت كونستانت، وبالتالي طالما المومنت كونستانت وانا عارف الشير هو بيبقى جاي من التغير بتاع المومنت، مفيش تغير في المومنت، فالمفروض الشير في المنطقه بي سي يطلع بزيرو مفيش شير. لكن لو انت حليت المساله بالفاينايت اليمنت باستخدام العنصر اللي هو الرباعي، فهيطلع لك ايه شير، شير سترين. فطبعا ده معناه ان في مشكله يعني، والمشكله ديت يعني عشان اتخلص منها، وبالتالي يعني to avoid the possibility of shear locking that occurs when the rectangular bilinear four noded اللي هو العنصر اللي احنا اخدناه من شويه اللي هو له 4 نودز، وكانت الايكويشنز بتاعته a1 زائد a2x زائد a3y زائد a4xy bilinear، لو هو متعرض للبندنج في الحل استخدم الهاير اوردر 8 نودد كوادراتيك ريكتانجل اللي هو باجي في منتصف كل ضلع وازود نود، يبقى عندي 4 نودز على الاركان واربعه نودز في منتصف الاضلاع، فبيبقى عندي العدد التوتال 8 نودز، وبالتالي يعني ده هيحسن او يتخلص من المشكله. يمكن الجزء اللي باقي ان احنا نرجع نعيد المساله دي مره ثانيه ونستنتج الماتريكس بتاعتها، لكن باستخدام الايزو بارامتريك فورميوليشن. فطبعا انا هفترض ان عندي الاليمنت وهو رباعي لاربعه نودز موجود في هنا بقى الناتشرال كوردينيت سيستم، بس طبعا هنا اصبح في 2D، فاصبح عندي في سيستم كوردينيت سيستم افقي اس او ماشي مع الافقي بالنسبه للعنصر اس، وكوردينيت سيستم تاني ماشي مع الراسي اللي هو الايه التي، وعندي جلوبال اللي هو الايه الاكس والواي. فانا عندي هنا في دالتين، داله اللي هي بتاعه الجيومتري اللي هي هتبقى الاكس بتساوي a1 a2 s a3 t a4 st، دي مع الجيومتري بدلاله البارامترز اللي هي الاس والتي، ونفس الداله نفس الشيب فانكشن هنستخدمها مع الديسبليسمنت ايضا فانكشن في الكوردينيت سيستم اللي هو الاس والتي، وبالتالي بنقول عليه ايزو بارامتريك او سيم بارامتر، او استخدمنا نفس الفانكشن اللي هي ايه نفس السيم شيب فانكشنز تو ديفاين الشيب، وفي نفس الوقت الديسبليسمنت ويذن الايه
الاليمنت. واضح طبعا الرسم اللي على اليمين ان احنا عملنا مابنج للاليمنت بس في الاكس واي كوردينيت سيستم اللي هو الجلوبال، ويعني بيقول السكوير اليمنت مابد انتو كوادري لاترال اكس واي كوردينيت، بيقول ان السايز اند الشيب بيتحدد بالكوردينيتس بتاعت النودز من 1 لغايه 4، اكس 1 واي 1 لغايه اكس 4 واي 4. وطبعا الايدجز بتاعتي بتكون متحدده بالتي والاس، ان الاس من 1 لناقص 1 وان التي من ناقص 1 الى زائد الى زائد 1. بيقول ان الناتشرال اس تي كوردينيتس بتبقى اتاجد للاليمنت، والاوريجين نفس الكلام بيتكرر ان الاس تي كوردينيت اتاجد للاليمنت، والاوريجين بيكون في السنترويد او سنتر للاليمنت زي ما هو واضح في الفيجر A. والاس اند تي اكسيز مش لازم تبقى اورثوجونال ومش لازم تبقى بارلل للاكس واي كوردينيت سيستم. والاورينتيشن اوف الاس تي كوردينيت is such that الاورينتيشن بيبقى على اساس ان انا بقول s من زائد 1 لناقص 1 والt من زائد 1 لناقص 1. بيقول we consider the quadrilateral to have 8 degrees of freedom u1 v1 لغايه u4 v4، وعندي two coordinate systems اللي هم s t coordinates والx y coordinates. وبيقول ان element has straight sides but it otherwise of arbitrary shape زي ما هو موجود في الشكل رقم بي. طبعا واضح ان احنا يعني لو كملنا بنفس الخطوات اللي احنا استخدمناها مع البار element هنوصل في النهاية، بس طبعا الكم المعادلات وكم ال الشغل بيبقى اكتر، وواحد ممكن يحس بانه مش ساتسفايد. لكن في النهايه الكلام ده زي ما قلنا الهدف منه هو ان الفورميوليشن بتاعه ابسط بالنسبه للكمبيوتر بروجرامز وكده. فانا مش مطلوب مني يعني احنا كده خلصنا الشابتر، فانا بقول انا مش مطلوب مني يعني كان ممكن نتخطى الشابتر 10، لكن يعني انا كل اللي يهمني ان الواحد يبقى عارف يعني ايه ايزو بارامتريك فورمولايشن. طبعا انا مش هقوم بالمجهود دوت، الكمبيوتر او الناس اللي عملوا البرامج هم اوريدي عملوا فورمولايشن للكلام ده، وفي لايبراري زي ما قلنا بالاليمنتس داخل البرامج. لكن يعني يستحسن الواحد يبقى حتى عنده درايه بالامور بدون الدخول في التفاصيل، يعني مش لازم الواحد يدخل مع التفاصيل. واللي عاوز يعني يكمل ممكن يقرا بقيه الشابتر من الريفرنس، وهيلاقي الخطوات ثابته ما بتتغيرش، بس هو يمكن الكم بيكبر شويه، لان طبعا اللي بتعامل مع بار اليمنت غير اللي بتعامل مع ريكتانجل وكده. فطبعا لكن في النهايه الموضوع بسيط وسهل، ويعني نستكمل موضوعاتنا المرة الجاية إن شاء الله. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.